يا مساء الخير، مساء الورد، مساء الشوق، مساء الحب والرقة، مساء امزح امزح. خلونا نبلش النشرة الأخبارية لليوم. ونبلش من عند ريدر اللي شارك مبارحة أغنية جديدة على قناته على يوتيوب، ولكن من سوء حظه طلع اليوتيوب خربان وكان لازم له تصليح بالوقت اللي نشر فيه الأغنية، فنشر هذه الاستوريهات ليوضح أكثر اللي صار معه وحذف الأغنية بعد ساعات. هلا حبايبي، شلونكم؟ طبعا اليوم ضايج. همي راح تقول ليش ضايج؟ اليوم ضايج لأنه استاذ يوتيوب من نزلت أغنيتي كان دا يسوي صيانة. أنا الصراحة يعني بوقتها من مشتغل وياي، بس نزلت الأغنية كنت منزلها يعني، وبرا ساعة صار هذا الخلل. فبصراحة زعلت كتير كتير على اللي صار معه، لأنه أعماله وأغانيه بتستحق كل النجاح. خلونا نروح لعند نور ستارز بدبي اللي عم بتفكر بعمل عملية تجميل لأنفها بالوقت الحالي، فصرحت عن هذا الشيء بفيديو مع نارين بيوتي على قناة نارين على يوتيوب. فقبل فترة شاركت نور ستارز ستوريهات عجيبة غريبة ما فهمنا المغزى وراها الصراحة، بس أثارت الجدل أنذاك، وبعتقد أنها عم بتحضر لخبر عملية تجميل لأنفها. فشوفوا مثلا هاي الصورة، هل هذه الصورة صورة عادية تتحط بستوري؟ أكيد في وراها شيء ورح نكتشفه بالأيام المقبلة. اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. قبل فترة انتشرت أخبار على أنه في بين رغدة ورضا خلاف كتير كبير، واللي كان يشابه خلاف نارين ومو، حيث ما عرفنا سبب الخلاف وليش ومتى وكيف وهل وإذا مين ليش ومتى صراحة ما فهمنا شيء. المهم كان كتير غامض، فأثارت الجدل رغدة مبارحة بعملها لايك على كومنت من متابع، فكان الكومنت كالتالي: يا ريت لو رضا كان معك. بعرف صدمة كتير كبيرة، بس شو رأيكم بالموضوع انتو؟ هل هي مجرد صدفة او ضغطت على اللايك بالغلط، او هل ممكن نقول اخيرا انتهى الخلاف ونقول مبروك لرغدة ورضا؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. باليوتيوب دايما في قصص وخلافات واقوال ومشاكل، فهالمرة المحطة كانت عند انس واصالة وشهد وسيامانت. فمن بعد ما شارك أنس وأصالة وأسامة بودكاست على يوتيوب واللي جابوا فيه سيرة التقليد، أثار هذا الفيديو الجدل بشكل كتير كبير، حيث حس جمهور شهد وسيامان وشهد وسيامان نفسهم أنهم مقصودين بكلامهم نظرا لتشابه اسم ميلا وميرا. تقليد في كمان ناس تقليد الأسماء يعني. انا اسف يعني قصه ثانيه عشان انه يجيبوا زي ما بتحكيها انت الكليك بيت. فبلايف على انستغرام رد شهد وسيامان على انس واصاله بطريقه جد مباشره. فما اظن هاي الحركه اللي عملوها هن حتى يفرجوا العالم نحن شغله كبيره، نحن قصة ما بعرف نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 وما بعرف هالقصص، مع انه نحن هاي الافكار كلها ما بتجي بمخنا ولا نفكر فيها. فبصراحة هو ما نو موضوع كتير كتير كبير وما لازم نحمله أكتر من حجمه. ما بعرف تحديدا شو عم بيصير، بس شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون تكون خلصت النشرة الإخبارية اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.